السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الان في منطقة كالكرمة، جينا نصور شقة غرفة وصالة في البناية هذه. المنطقة منطقة حيوية جدا مقابل المطار زي ما احنا شايفين. هذا مدرج المطار، اطلالة على البحر. في عندنا الخدمات كلها متوفرة. الشارع الرئيسي هذا يمر فيه الخدمات والمواصلات، اللي هي مواصلات الدولمش مثلا. السوبر ماركت قريب من الموقع جدا. عندنا المطاعم في شارع كوناكلر، يميننا ويسارنا شارع كالكرمة، يعني تعتبر بين شارعين حيوية. وصلنا الدور الرابع. زي ما احنا شايفين في كل دور 8 شقق. وجهة أمامية عندنا 4 شقق، وعندنا هنا في الخلف أيضا 4 شقق. عندنا أسانسير في البناية هذه يسع ل 8 أشخاص تقريبا. نصور لكم نموذج شقة غرفة وصالة، مساحتها 70 متر مربع. زي ما انتم شايفين توصيلات أو تمديدات الغاز الطبيعي واصل. شقة رقم 30. أول ما نخش عندنا هنا الموزع، هذه الصالة أمامنا وغرفة بجوارها، مطبخ أمريكي قاعد يركب الدواليب فيها. هذه المساحة، مساحة الصالة. عندنا مخرج للبلكونة من الصالة، إطلالة جدا رائعة ما شاء الله تبارك الله، إطلالة على البحر. عندنا طبيعة أيضا. الخدمات اللي موجودة زي ما شرحت لكم عند البناية، السوبر ماركت بجوار البناية هذه، زي ما شايفين منارة المسجد، المطار مقابلنا. هنا هذا سكن جامعي، والمنطقة هذه اللي احنا شايفينها قدام البناية هذه منطقة كوناكلر، ويسارنا المنطقة منطقة كالكرمة، يسار المسجد. عندنا الجامعة أيضا، جامعة البحر الأسود. منطقة جدا مخدومة بكل الخدمات. المواصلات بيوصل على الشارع هذا، يعني مخدومة من مواصلات، سوبر ماركتات، مطاعم، كافيهات، كل اللي نبغاها موجود. عندنا أيضا مواقف للسيارات وجلسات عائلية وألعاب أطفال. مساحة البلكونة مساحة جيدة، لها مخرج من الصالة ومن غرفة النوم. الأرضيات زي ما احنا شايفين أرضيات باركيه. الشقة مزودة بتدفئة مركزية. هذه الدواليب، الغاز الطبيعي واصل. نجي على غرفة النوم الرئيسية. التدفئة المركزية زي ما انتم شايفين موجودة في كل الغرف، ومخرج في البلكونة أيضا. وهذه الإطلالة إطلالة البحر من غرفة النوم. نجي هنا على الحمام، هي دورة المياه اللي موجودة في الغرفة والصالة. عندنا مروش والكلوزيت، هذه المغسلة، يعني تعتبر غرفة وصالة لشخصين مناسبة.